حق الاسم عباس نبتيهم عراقي احسن الناس يبقى فوق على الراس وحق الاسم عباس حضرنا اليوم وبكل سرور في المهرجان الرياضي السنوي لمدارس تربية العشيقة. المهرجان رائع وجميل جدا وفي أجواء جميلة. تخلل المهرجان العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، والأبهى من كل هذا هو رجوع الحياة إلى المدينة البهية الجميلة، مدينة بعشيقة، مدينة الزيتون. أتمنى أن تكون كل أيامها أعياد ومناسبات جميلة. شكرا لكل من ساهم في إنجاح هذا المهرجان من النشاط الرياضي والمدرسي ومن مديرية تربية بعشيقة وكل المساهمين في إنجاح المهرجان. حضرنا هذا اليوم المهرجان الرياضي الأول في ناحية بعشيقة، حيث شاركت في هذا المهرجان العديد من المدارس الابتدائية والمتوسطة الإعدادية، وكانت نتائج متميزة. شكرنا وتقديرنا لكافة إدارات المدارس التي ساهمت في هذا المهرجان، وأيضا شكرنا وتقديرنا لكافة الناس المعنيين بحضورهم بهذا المهرجان. برعاية معالي وزير التربية الدكتور محمد إقبال الصيدلي نقيم هذا اليوم مهرجان الرياضي السنوي لتربية بعشيقة. يعتبر هذا الاستعراض أو المهرجان أول فعالية بعد تحرير المناطق وخصوصا بعشيقة في هذه الأجواء الربيعية الجميلة وهذه الوجوه الجميلة التي تحوي كافة مكونات الشعب العراقي وكافة الأطياف. نلاحظ التكاتف والتعاون والتعايش السلمي في هذه الناحية. شكرا وتقديرا لكل الأخوة الحضور، متمنين للجميع دوام الموفقية والنجاح. اليوم يوم جميل واعتبره من أروع الأيام اللي في ناحية بعشيقة بإقامة المهرجان الرياضي الذي غاب سنين. هذا المهرجان الرياضي بس تزامن مع عودة أهل المنطقة وأهالي المنطقة لها، وهذا إنجاز رياضي رائع لجميع المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات، وإن شاء الله يكون القادم أحسن بعد وأروع.